السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير، صباح الأنوار على كل مشاهدي قناة شوف تي في. تحية لكم، جمعة مباركة بإذن الله، نهاية أسبوع موفقة بإذن الله، آخر يوم في الأسبوع اللي خصصناه للمرأة، خصصناه لاهتمام الصحة ديال المرأة. طيلة وهضرنا بان الحالات كثيره بزاف، بانه سرطان المصنف رقم واحد عند المراه، عدد الوفيات كثيره وكثيره بزاف، ولكن فقط واحد الفحص اللي هو مبكر، واحد العنايه اللي هي مبكره، واحد لا بريزون شارج اللي هي مبكره، اللي تتعاوننا اننا نقصوا عدد الوفيات، نقصوهم بواحد النسبه كبيره بزاف، وتالعلاج تيكون ما مكلف لا بالنسبه لهذاك الانسان اللي غادي ياخذ هذاك العلاج، المكلف لا بالنسبه للجسد ديالو، لا بالنسبه للنفس ديالو، لا ماديا لا نفسيا لا جسديا. الوغ فقط واحد الفحص اللي هو تيدار، في ربع ساعه تنمشي مرة تندير 40 عام، تمشي تندير لا ماموغرافي ديالي اللي هو الراديو اللي تنديرو ديال البزوله اللي ما فيه الحريق اللي تحت، وتاخذ واحد ربع ساعه فقط، وتتاكد بان عندي حتى مشكل. المراه اللي تكون عندها العامل الوراثي في العائله ديالها، شي حد في العائله ديالها، شي مراه في العائله ديالها قريبه توفات بالسرطان ديال الثدي، ولا فتحات على سرطان الثدي، ولا دوات على سرطان ديال الثدي، هنا بيان سور خصها ضروري ومؤكد ابارتيغ دو لاج ديال 36 37 عام انها تبدا دير لا ماموغرافي ديالها. قبل من سن ديال 40 عام تنديروا ليكوغرافي مامير، مورا سن ديال 40 عام تنديروا لا ماموغرافي. ماشي اي ولسيسه كاينه في البزوله راه هي سرطان، ولكن دائما قلبوا البزوله ودائما عين حسوا بشي حاجه، الراس ديال البزوله تبدل، كاينه شي حموريه، كاين شي مشكل، خصني نمشي، خصني نشوف الطبيب، خصني ندير ليكوغرافي، خصني ندير لا ماموغرافي. هضرنا على سرطان ديال عنق الرحم، اللي هو واحد السرطان اللي هو تنقل ناتج عن نقل ديال واحد المرض اللي هو جنسي، اللي هو ناتج على واحد الفيروس اللي هو الفيروس ديال لو بابيلوما هومان. هاد الفيروس تيتزاد على حسب السن. الوغ ديجا لا بريفونسيون تتكون الوقايه، واحد الوقايه اوليه، العفه والعفه ثم العفه، الحمايه المينيموم، هذوك العلاقات الجنسيه يديروا بواحد الطريقه اللي هي مقننه ومحميه. كاين واحد الفاكسان اللي تيدار ابارتيغ من سن ديال 10 سنين اللي تيدار البنت باش تحميها من هذا الفيروس، والوقايه الثانويه اللي هي مهمه، هي تقريبا ديال فم الوالده اللي المراه خصها ديرها على راس كل بلوتو لا فروتي سيرفيك فاجينال اللي تديرو على راس كل عام، اللي هو واحد الحاجه اللي سهله وبسيطه وما تحتاج لا البنج لا ما كاين لا حريق لا حتى شي حاجه، وتتخلينا نعرفوا واش كاينين شي مشاكل بواحد الطريقه اللي هي مبكره ومبكره بزاف. ملي تنديرو جوج ثلاثه ديال لي فروتي والمراه تلقاهم نورمال، تقدر دار على راس كل عامين ثلاث سنين. لو فروتي سيرفيك فاجينال هو واحد الحاجه اللي تدار اول ما المراه تبداو عندها العلاقات الجنسيه، تتبدا تدير تقريبا ديال فم الوالده ولا لو فروتي سيرفيك فاجينال. الوغ هنا تنقصوا بالنسبه للوفيات بواحد الدرجه كبيره بسرطان ديال عنق الرحم، وتا من الحده ديال العلاج بار لا سويت منين تيكون السرطان ديال عنق الرحم، منين تلقاه بواحد الطريقه اللي هي مبكره، دونك العلاج تيكون خفيف، ما تيكونش ثقيل كما تنقول لا ماديا لا جسديا ولا معنويا على الشخص. يوم الاربعاء احتفلنا باليوم ديال المراه، وهضرنا على الحب ديال الشباب، والاسئله كانت كثيره عليه والتفاعل ديالكم كان كبير عليه. بالامس هضرنا على الحمل، الولاده، والاهميه عند الحمل. اليوم غادي نختموا الاسبوع ديال المراه، غنهضروا على واحد الموضوع اللي كانت الاسئله كثيره وكثيره وكثيره بزاف من اول برنامج ديال شوف صحتك مع دوك نسوان. منع الحمل، امتى تنمنعوا الحمل؟ شنو هما موانع الحمل؟ شنو هما حبوب منع الحمل؟ واش كاين علاقه ما بين حبوب منع الحمل وسرطانات، خصوصا سرطان الثدي وعنق الرحم؟ كلشي هادشي غيجاوبنا عليه، والاسئله ديالكم كلها اللي كانت عندي غيجاوبنا عليها الدكتور عمر مكوار، اختصاصي في امراض النساء والتوليد. نشوفوا الروبورتاج ونرجعوا لكم. دونك قبل ما نهضروا على شنو هي الطريقه باش المراه ما تحملش، حيت دابا ما كاينش طريقه للراجل، ولكن كاين طريقه للمراه. كاين بزاف ديال لي ميثود، كاين بزاف ديال الحلول باش المراه زعما ما تحملش، حيت ما باغياش هي تحمل. شنو هما الطريقات؟ كاينه طريقه ديال الكينه يسمى بلا بيلول، وفي هذه الطريقه ديال الكينه يسمى بلا بيلول كاين جوج طريقات فيها. كاينه الطريقه ديال لا بيلول اللي تاخذ كل نهار اما طول جوغ اما كل نهار، وكاينه طريقه واحده اخرى هي المراه اجتمعت مع الزوج ديالها
وما بغاش تحمل وما كانش تاخذ لا بيلول. دونك تاخذ داك يسمى لا بيلول دو لوندوما، هي داك الكينه اللي تاخذها تو سويت ابخي الرابور سيكسويل، يعني تو سويت من بعد ما تجامع مع الراجل باش ما تحملش. هذه الطريقه، هذه الطريقه في الكينه. كاينه طريقه واحده اخرى هو يسمى بستيريلي، هو اللي تنقولوا حنايا في الدارجه ديالنا هو داك العمليه الصغيره ستيريلي، حتى هي طريقه باش تديروا المراه. ولكن هذه الطريقه هذه تنفضلوا نعملوها حتى المراه تولد المره الاولى، وعاد تنحطوا هذا ستيريلي، حيت كاين واحد لو ريسك يمكن له يضر المراه الى عملته وهي مازال ما حملتش، هي عمرها ما حملت في حياتها. وكاين كاينه طريقه واحده اخرى وهي الطريقه ديال تنسدوا القرون، هو تسمى لا ستيريليزاسيون ديفينيتيف بالفرنسيه. شنو هي؟ هما حيت المراه عندها جوج قرون اللي تيخرجوا من الوالده ديالها، شنو نديروا؟ تنسدوهم، ولكن ما يمكنش نديروهم وهي المراه مازال صغيره، تنسدوهم فوقاش حتى المراه تتوصل لواحد السن دي. واحد السن، هذه اول حاجه. ثاني حاجه خاص المراه تكون ديجا ولدت، هذه ثاني حاجه. ثالث حاجه حتى يكونوا داك الطريقات الاخرين، لا بيلول سيدير الكينه ولا العمليه الصغيره ستيريلي كونتر انديكي شي زيد، سيدير ممنوع نديروهم، سيدير مؤثرين عليها، فهمت؟ مؤثرين عليها، عاد ديك الساعه تنفكروا في هذه الطريقه، هذه هي يسمى باش تسد القرون. دابا نهضروا بزاف على الكينه، وشنو وشكون هما الاطباء اللي يمكن لهم يعطيو هذه الكينه، هذه باش المراه ما تحملش. شكون هما الاطباء؟ انا في النظريه ديالي الاطباء كلهم يمكن لهم يعطيو الكينه، لا اطباء الطب العام ولا اطباء اختصاصيين في امراض النساء والتوليد. ولا كاين في بعض البلدان حتى داك اللي كيتسميوهم لي ساج فام، داك لي ممرضات اللي تيمكن لهم اللي تيولدوا المراه، حتى هما تيمكن لهم يعطيو هاد الكينه باش المراه ما تحملش. ولا كاين في بعض البلدان حتى لي زانفيرمير، هي الممرضات هي لي زانفيرمير يمكن لهم يعطيو هاد الكينه. ولكن المشكل اللي وقع في هذا الشيء ديال الكينه اللي كانت تطرح في 2012 و 2013 في الدول الاوروبيه وفي امريكا، وهضروا عليه الصحفاء بزاف، شنو هو؟ كانوا وقعوا مشاكل في امريكا، وقعوا مشاكل في اوروبا، والصحافه خدات داك المشاكل. هما داك المشاكل ديما كاينين، سادير تيسميو حنا بالفرنسيه دي زاكسيدون، هذوك المشاكل ديما كاينين في الادويه كلهم. ولكن في 2012 و 2013 وقعوا كاين عيالات اللي تشلوا بعد ما خداو هاد الكينه ضد الحمل. ثاني حاجه وقعوا كاين العيالات اللي ماتوا بعد ما خداو هاد الكينه ضد الحمل. ولكن علاش وقع هادشي؟ حيت هاد الكينه هادي ضد الحمل، شنو كان المشكل ديالها؟ المشكل ديالها اللي وصلنا لواحد السهوله، بدا كلشي تياخذها، يمشي للفارماسي يعطيها، الصيدلي يعطيها بلا المراه لا تفحص، هادي اول حاجه. ثاني حاجه بلا ما نتبعوا هاد المراه اللي تاخذ هاد الكينه، ما نعرفوها واش عندها الطونسيون، يعني واش الطونسيون ديالها طالعه، ما نعرفوها واش تكمي، ما نعرفوها واش هاد المراه عندها الوزن كثير، ما نعرفوا هاد المراه واش عندها شي مرض اللي ما معروفش. دونك خاصها هاد المراه هادي تفحص. جاوبوا شنو ما داروا هاد الدول الاوروبيه والدول المتقدمه، شنو مشاو داروا؟ جاو عندهم حيت هما هادشي داروا كاين جمعيات اختصاصيين في ليتيليزاسيون دو ميديكامون، سادير جمعيات اختصاصيين في هذا الشيء ديال فاش الدواء يخرج والاستعمال ديال الدواء وكيفاش نستعملوه. دونك طرحوا المشكل اللي شدت الصحافه وهضرت عليه وقالت علاش وقع هذا المشكل هذا. طرحوا المشكل في الجمعيات كلهم، لا في الدول المتقدمه. فاش تطرح المشكل جا هما شنو داروا؟ قراوا، جبدوا لي زيتود كلهم، صديق داك الفحوص كلهم يداروا فيما يخص هاد الكينات كلهم، حيت في هاد الكينات ضد الحمل كاين بزاف الاشكال في هاد الكينات ضد الحمل. دونك فاش تروحوا للمشكل في التالي، حتى نلخصوا هادشي ما نهضروش فيه بزاف،
شنو خداو القرار، القرار اللي خداو في التالي، القرار اللي خداو في التالي هما قالوا هاد السيدات اللي ماشي بداو، هاد السيدات اللي ماشي بداو ياخذوا الكينه حيت ما باغينش يحملوا. اول حاجه خصنا نفحصوهم، اول حاجه خص شكون اللي خص اللي يمكن له يعطي هاد الكينه، خصو يكون طبيب، خصو يكون عنده تجارب في هاد التخصص ديال باش نعطي الكينه. مش مرأة مشات لعند الفارماسي وخداتها هكاك بلا ما تفحص بلا ما نقلبوها بلا حتى شي حاجة. دونك هذه مهمة، قالوا خصها المرأة هذه اللي باش تاخذ الكينة خصنا نقلبوها، خصنا ناخذوا لها التونسيون ديالها، خص الطبيب يسولها في بعض الحوايج. وديك الساعات فاش ياخذ القرار باش يعطيها الكينة، ديك الساعات هو غادي يختار شنو هي الكينة اللي باش تناسبها، حيت كاين بزاف الاشكال في الكينات، شنو هي الكينه اللي ماش تناسبها. متفقين؟ دونك هذا هو القرار. ثاني حاجه فاش غادي يفحصها، كاين شي حوايج اللي تمنعوا على المراه باش تاخذ الكينه. شنو هما هاد الحوايج؟ المراه الا كانت كبيره، حتى ديك المراه الا كانت فاتت الربعينات ومازال نعطيها الكينه، انا في النظريه ديالي كاين وسائل طبيه واحد اخرين كيما العمليه الصغيره، نديروا لها العمليه الصغيره، ولكن بعض الكينات اللي يمكن تاخذهم المراه ومش مودرين كيما داك الكينه اللي معروفه اللي فيها جوج حوايج هو ليتينيلو ستراديول والبروجيستاتيف اللي يمكن لهم يضروها. دونك خاص كاين المراه اللي عندها في لي زونتيسيدون ديالها سيدير في عائلتها، كاين بعض الناس اللي عندهم مشاكل في الدوره الدمويه، ولا الا وقع لهم سكون ابل لي زاكسيدون فاسكولير سا فو دير كان عندهم طونسيون على هذا. دونك هادشي كلشي خصو يتفحص، حيت كاين بعض الامراض وراثيه الا كانت عندك السيده اللي ماش نعطيوها الكينه اش ماشي يوقع داك الكينه ماش ضرها. دونك الا جينا نلخصوا ونفكروا شنو هو القرار اللي خداو، قالوا هاد الجمعيات وهاد الجمعيات الكبار اللي في اوروبا وفي امريكا وهذا، قالوا سيدي الكينه يمكن لكم تعطيوها حيت لاكسيون ديالها المفعول ديالها هو باش المراه ما تحملش، داكور، حيت ما باغياش تحمل، حيت عندها مشاكل، حيت ما مستعداش نفسيا باش تحمل. دونك يمكننا نعطيوها الكينه، ولكن هاد المراه هادي خصنا نفحصوها، خصنا نقلبوها، وخص التتبع. شنو هو التتبع؟ سيدي المراه فاش تعطيها الكينه خصك تتبعها، كيفاش تتبعها؟ خصها ترجع عند الطبيب ديالها 3 شهور من بعد باش يشوف لا طونسيون، يشوف الوزن ديالها، يشوف واش وقعوا شي مشاكل، شي تغير في الصحه ديالها اللي رجعت لهاد المراه هادي، اللي تبدلت، اللي جات جديده في هاد المراه، عند هاد المراه هادي، واللي يمكن لها ضرها. دونك خص التتبع تيكون 3 شهور الاولى، ومن بعد تيولي تتبع كل 6 شهور. دونك الا بغينا نقولوا هذا هو اللي وقع باش خدينا هذا القرار فيما يخص الكينه. ودابا يمكن نهضروا على شنو هما الطريقات في الكينات، الاشكال في الكينات. دونك الاشكال في الكينات، الوغ كاين الكينات اللي يسمى فيهم لي زوستروجين اي لا بروجستيرون، هذه اول حاجه، استروجين اي بروجستيرون هي الكينه اللي معروفه عند الناس كلهم، هادو كينات اللي تنعطيو عند السيدات كلهم، هذه اول حاجه. كاين الكينات اللي فيهم كو لا بروجستيرون سادير هاد الكينات كاين بعض النساء اللي تنعطيو لهم، وبعض النساء ما تنعطيوهمش، داكور. وفي هاد الكينات اللي فيهم لا بروجستيرون فيهم جوج اشكال، كاين الكينات اللي فيهم لا بروجستيرون بالكثير، وكاين الكينات اللي فيهم لا بروجستيرون قليله. متفقين؟ الوغ هاد الكينات اللي فيهم لي زوسترو بروجيستاتيف سيدير استروجين وبروجستيرون هما الكينات اللي الاطباء الكل تيعطيو لهاد النساء. فوقاش يمكن نعطيهم؟ حيت هما براسهم فيهم بزاف الاشكال. هاد الاشكال اللي فيهم يسمى لا بروميير جينيراسيون، سيدير الكينات اللي كانوا نتجو شحال هادي، ومن بعد ولات شافوا بلي داك الكينات اللي نتجو شحال هادي عطاو شي مضرات. دونك جاوا شنو قالوا ماش نقصوا من واحد الماده في الكينه، وماش نكثروا من واحد الكينه، من واحد الماده في الكينه. دونك سماهم كينات ديال دوزيام جينيراسيون.
ومن بعد عاوتاني خرجوا كينات ديال ثوازيام جينيراسيون، ومن بعد خرجوا كينات ديال كاتريام جينيراسيون. حيت شنو هو؟ حيت هادشي كله في المصلحه ديال المراه. علاش شنو بغاو؟ بغاو ينقصوا واحد الماده ويكثروا واحد الماده واحده اخرى باش ما تكونش المضره، ما تكونش المضره كثيره على المراه. هذا هو الاشكال، هذا هو الشكل الوحيد اللي كاين في هذه الكينه هذه. ولكن باش نفسروا مزيان شنو هو الشكل الوحيد، هاد الدول اللي خداو القرار باش نعطيو الكينه، شنو قالوا؟ قالوا الا كانت مراه جات اول مره عند الطبيب، كانت مراه جات اول مره عند الطبيب وبغات تاخذ الكينه حيت ما باغيش تحمل، حيت ما مستعداش باش تحمل، حيت بغات تساين شويه عاد يمكن لها تحمل، شنو قالوا؟ قالوا نعطيو واحد الشكل في الكينه في الاول هو الشكل ديال الدوزيام جينيراسيون. علاش؟ حيت لقاو بلي داك الدوزيام جينيراسيون المضره ديالها شويه ناقصه، ولكن ما خصناش نتخلعوا من الثوازيام جينيراسيون والكاتريام جينيراسيون. نو، حيت الا جينا نشوفوا سور لو بلان ستاتيستيك، سادير سور الا جينا نشوفوا في الحسابات شحال كاين، الا جينا نشوفوا شحال كاين مره تيوقع على هذا المشكل، قليل جدا، ما بين 4 حتى 5 حتى 7 حتى 8 ديال 10000 مراه اللي خدات الكيما. دونك داكشي قليل كثير. دونك ولكن قالوا ملي وقع هاد المشاكل اش باش نديرو؟ نبداو بالدوزيام جينيراسيون. ولكن الا كانت داك المراه ما داك الدوزيام جينيراسيون ما وافقتهاش، يمكننا نعطيو الثوازيام جينيراسيون والكاتريام جينيراسيون. هذا فيما يخص هادشي ديال الدوزيام جينيراسيون ثوازيام جينيراسيون والكاتريام جينيراسيون. كاين شكل واحد اخر في الكينه. شنو هو الشكل الاخر اللي في الكينه؟ هو الكينه اللي فيها هي لو لا بروجستيرون بروجيستاتيف. هاد الكينه اللي فيها هي البروجيستاتيف فوقاش نعطيوها؟ يمكن نعطيوها المراه بحال دابا اللي عاد ولدت، متفقين؟ المراه عاد ولدت، وهاد المراه اللي عاد ولدت، هاد المراه اللي عاد ولدت تترضع الوليد ديالها، وخصنا نعطيوها الكينه حيت ما باغيش تحمل في ذاك الوقت. واخا داك الرضاعه تنقولوا داك الرضاعه راه تتجعل بلي المراه ما تحملش، ولكن لا، تنعاونوها بداك الكينه، ولكن ولكن داك الكينه فوقاش تبداها؟ تتبداها ما بين جوج سيمانات حتى ثلاثه السيمانات من بعد الولاده ديالها، عاد تبدا داك الكينه هذيك. هذه الكينه فيها هي البروجستيرون، ولكن المشكل ديال الكينه هذه هو خصها تاخذها كل نهار، ما عمرها ما خصها تحبسها، ما خصهاش تحبسها كاع، حتى توصل وتاخذ القرار ديالها باش تقول دابا نحبس الرضاعه، وديك الساعه يمكن نرجعوا للكينه الطبيعيه اللي فيها لي زوستروجين ولا بروجستيرون. متفقين؟ هذا هو الشكل. ولكن هذه الكينه هذه تيمكن نعطيوها عاوتاني بحال دابا المراه اللي عندها مرض السكر، بحال دابا المراه اللي عندها طونسيون. ولكن قبل ما نعطيو لهذه الكينه هذا الشكل ديال الكينه اللي فيه البروجستاتيف، المراه اللي عندها مرض السكر ولا اللي عندها طونسيون ولا عندها امراض واحده اخرى اللي تسمح باش تاخذ هذه الكينه هذه اللي يسمى بالميكرو بروجستاتيف، خاصها هذه المراه هذه يفحصها مزيان الطبيب ويكون عارف بلي السكر ديالها مقاد، بلي الطونسيون ديالها مقاد، وما كاينش تاثير على صحتها، عادي يمكن لها تاخذ الكينه. دونك التلخص شنو هو؟ هو خاص الطبيب يقلب وعادي يعطي الكينه. متفقين؟ وكاين الشكل الاخر اللي قلنا على الشكل الاخر، واحد الشكل ديال البروجيستاتيف. شنو هو الشكل ديال البروجيستاتيف؟ اللي في هذا الشكل البروجيستاتيف اللي تنعطيوه للمراه تكون اجتمعت مع راجلها وما باغيش تحمل، ولكن ما تاخذ لا كينه لا والو. واش نقولوا لهذه المراه؟ تمشي عند الطبيب تقول الله يخليك راني اجتمعت مع الراجل ديالي ولكن ما تناخذ لا كينه لا والو، ما باغيش نحمل. خصها في ذاك النهار ولا في ذاك اليومين تاخذ داك الكينه، يسمى لا بيلول دو لوندومان، تاخذ داك الكينه باش ما تحملش. ولكن هادشي كله خصكم تعرفوا بلي المراه اللي تاخذ الكينه
الكينه اللي فيها لي زوستخو بروجيستاتيف، ولا الكينه اللي فيها لي بروجيستاتيف سول، ولا الكينه اللي فيها ديال لا بيلول دو لوندوما. خصكم تعرفوا حاجه بلي هادشي ماشي 100%. صافي با دير المراه اخذت الكينه 100% ما تحملش. كاين بعض الاحيان لبعض العيالات نسبه قليله جدا اللي تيمكن لهم يحملوا واخا خداو الكينه. دونك هادشي خصكم تفهموه بلي ماشي 100%. تنقربوا لذاك 100% ولكن 100%. وحاجه ثانيه، هو الى المراه نسات الكينه ديك الساعات لو ريسك باش تحمل تزيد كثر. دونك خصها تتبع مزيان داكشي اللي قال لها الطبيب ديالها. الوغ الكينه كما قلت لكم كما فسرت، هو الكينه فوقاش ما يمكنناش نديروها. الكينه فوقاش ما يمكنناش نديروها هو اذا كان المراه بحال دابا المراه اللي تتكمي بزاف، حيت كاين بعض العيالات اللي تيكميو. المراه اللي تتفوت اربعينات حتى هي الكينه اللي فيها لي زوستروجين والبروجستيرون، تنهضر على الكينه اللي فيها لي زوستروجين والبروجستيرون، سيدير ديك الكينه العاديه. المراه اللي عندها مشكل في لي ليبيد، في داك الشحمه في الدم، المراه اللي عندها الطونسيون ما مقاداش، دوك هذيك الكينه اللي فيها لي زوستروجين والبروجستيرون، هذيك السي هذيك الكينه ما خصناش نعطيوها لها، متفقين؟ ولكن يمكننا بعض الاحيان نعطيو الكينه اللي فيها كو لا بروجستيرون. هاد الكينه اللي فيها كو لا بروجستيرون تيسمح لنا داك لي زيتود تيسمح لنا باش يمكننا نعطيو للمراه، ولكن بالتتبع. فيما يخص العمليه الصغيره، شنو المشكل؟ ديالها هاد العمليه الصغيره؟ كاين جوج بعد داك العمليه الصغيره كيسمى بالستيريلي، كاين جوج اشكال. كاين الشكل ديال الستيريلي اللي ما فيهش الهرمونات، فيه هي لو كويفر، ما فيهش الهرمونات، فيه هي لو كويفر. وكاين الشكل الستيريلي اللي فيه الهرمونات، تادير ولكن داك الهرمونات اللي كاينين في الستيريلي شي يديروا تيعملوا لاكسيون ديالهم، سادير اذا لاكسيون ديالهم تتكون هي في داخل الرحم، ما تيمشيش داك الهرمون ما تيدخلش في الدم ويأثر كيما الكينه. دونك لاكسيون ديالو تتكون هي في داخل الرحم. فوقاش يمكن نعطيو هاد لي ستيريل؟ المراه اللي عندها الدوره الدمويه ديالها في النظريه ديالي عاديه، وفاش تجي هاد الدم ما تتكونش كثيره بزاف، هاد المراه هادي يمكن نعطيو هذاك ستيريلي اللي فيه لو كويفر، متفقين؟ حاجه وحده اللي خصها تعرف المراه، هو داك ستيريلي اللي فيه لو كويفر تيكثر شويه. بحال دابا المراه اللي تجي فاش تجي الدم تكون فيها 3 ايام ولا 4 ايام ولا 5 ايام، فاش تكون فيها 4 ايام ولا 5 ايام تتوصل ل 7 ايام 8 ايام. دونك شنو يمكن له يوقع لهاد المراه؟ يمكن لها تنقص شويه من داك لي غلوبول روج، الحديد تينقص، دونك المراه تيمكن تتولي عندها لايليمي، فهمتي؟ دونك خصها تتبع هاد المراه، وخصها نعرفوا علاش الدم كثرت، اما يكون ستيريلي ولا يكون شي مرض في داخل الرحم، اما شي ولسيسه صغيره، اما شي كره، اما شي حاجه اللي يمكن لها تجعل بلي المراه الدم ولات عندها كثيره بزاف. ولكن نعاود نقول بلي المراه ما تعمل العمليه الصغيره حتى تولد، ماشي ما تكون عمرها ما ولدت ودير العمليه الصغيره، خاصها دير العمليه الصغيره حتى تكون ولدت. من الاحسن هادشي تيفضلوا الاطباء، واخا في بعض البلدان تنقولوا ما كاين حتى شي مشكل يمكن نديروا العمليه الصغيره، ولكن في النظريه ديالي لا ماجوريتي الاطباء الكل تيقولوا بلي من الاحسن المراه دير العمليه الصغيره حتى تولد. فيما يخص العمليه الستيريلي اللي فيه لي زورمون، فوقاش يمكننا نديروه؟ اول حاجه شنو علاش مزيان داك الستيريلي اللي فيه لي زورمون؟ باش مزيان حيت المراه تتنقص من هذاك الدم، تتنقص من هاد الدم، فواحد ما الدم تكون فيها 5 ايام تتولي فيها نهار يومين. دونك دوك المراه ما تتبقاش تعبانه، ما تتوليش عندها لانيمي، دونك تنقص، دونك ما تتبقاش تضيع لو فير، داك الحديد اللي تيكون على المراه ما تيضيعش، دونك باش مزيان تعمل داك لو ستيريلي اللي فيه لي زورمون. ولكن المشكل ديال داك لو ستيريلي اللي فيه لي زورمون، كاين بعض العيالات اللي ما تيوافقهمش،
علاش ما تيوافقهمش؟ حيت كاين بعض العيادات اللي خصها تتقول لك اسيدي لا انا بغيت الدوره الدمويه تجيني كل شهر، واش يمكن له يدير هذا ستيغلين في لي زهرمون؟ تيمكن له عند ما بين 10 حتى ل 20% تيحبس كاع الدم. دوك تقول للمراه ما تبقاش تجيها الدم، تدخل تقول انا حامله وهي راه ما حاملاش، هي لو ستيغلين تيبس داخل الرحم، ملي تيبس داخل الرحم تيجعل بلي الدم ما تكونش. فيما يخص الكينه اللي فيها لي زوسترو بروجيستاتيف، الكينه اللي فيها لي زوسترو بروجيستاتيف، كاين بعض كاين بعض الحوايج اللي تيمكن لهم يكونوا عند العيالات. شنو هما بعض الحوايج؟ كاين بعض العيالات اللي تيجعل باش تيسموا لي جونب لورد، سادير كاين بعض العيالات تحس براسها بلي الرجلين ديالها بحال تنفخوا شويه. كاين بعض العيالات شي يكون عندهم، كاين بعض العيالات يجيهم احرق الراس، كاين بعض العيالات تيعطيهم مع المده ما تاخذ الكينه شي يوقع. كاين بعض العيالات تيولي عندها ان تروب دو سيكل، سافو دير كاين بعض العيالات تيولي عندهم مشاكل في الدوره الدمويه ديالها، دونك كاين حرق الراس. كاين بعض العيالات تيجعل باش الوزن ديالها تتزاد شويه، ولكن انا في النظريه ديالي راه ماشي حيت الوزن ديالها، حيت هاد السيده هادي يمكن ما تتعمل لا رياضه، الماكله ديالها ماشي هي هذيك. دونك كاين بعض العيالات اللي كان الا الكينات يمكن تعطيها شويه الحرق في البزوله ديالها، دونك خصنا نعرفوا علاش. دونك وسورتو حرق الراس، الا جاها حرق الراس خص هاد السيده تقلب باش نعرفوا علاش عندها حرق الراس. دونك الا كان عندها حرق الراس ولا هاد حرق الراس جاها ومع الكينه، تيجعل بلي هاد السيده هادي يمكن ما خصهاش تاخذ الكينه وخصها تاخذ طريقه واحده اخرى باش ما تحملش. فيما يخص لو كونسير دو سان، خصنا نفهموا واحد الحاجه بلي الكينه، هاد الكينه هادي زادي كاين دي زيتود قالوا بلي لا بوبولاسيون جينيرال. شنو هي لا بوبولاسيون جينيرال؟ سا فو دير كو العيالات اللي ما عندهمش وراثه ديال الكونسير دو سان، العيالات اللي ما عندهمش الوراثه، سا دير ماشي عندها اختها جاتها السرطان في بزولتها، ولا الوالده ديالها جاتها السرطان في بزولتها، ولا شي وحده من العائله وعائله قريبه، خصنا نزولو هادو حيت هادو كاين الوراثه. نهضروا على العيالات اللي ما عندهمش، ما كاينش هذا الشيء ديال الوراثه، ما كاين حتى شي حاجه. لا ماجوريتي دي زيتود اللي تيقولوا بلي ما كاينش اكثر من السرطان في البزوله عند العيالات اللي تياخذوا الكينه والعيالات اللي ما تياخذوش الكينه، ما كاينش اكثر. دونك في النظريه ديالي كلشي يمكن له ياخذ الكينه، هي خص التتبع باش يقول لك بلي كاين اكثر من السرطان اللي خدات الكينه، راه ماشي جهه السرطان ديال بزولتها. فيما يخص السرطان ديال الفم الوالده، خصكم تفهموا بلي السرطان ديال الفم الوالده ما عنده حتى شي علاقه مع الهرمون. السرطان ديال البزوله عنده العلاقه مع الهرمونات، ولكن السرطان ديال الفم الوالده ما عنده حتى شي. هذا هو الا بغينا نلخصوا المنفعه ديال هذه الكينه هذه. في النظريه ديالي وي الكينه تيمكن لها تزيد شويه، يمكن لها تزيد واحد ان كيلو، واحد الكيلو، واحد جوج كيلويات، كاين حيت كاين هادشي مكتوب فاش غنجبدوا داك لو فيدال ديال لي ميديكامون. شنو هو الفيدال؟ هو الكتاب اللي تيكون فيه الادويه كلهم والاستعمال ديالهم وهذا. فاش غنجبدوا سي فغي تيكتبوا كوم كوا المراه فاش تاخذ الكينه سميتو تتزاد واحد كيلو ولا جوج ولا ثلاثه الكيلويات. ولكن انا في النظريه ديالي المراه فاش تاخذ الكينه، شنو هو المراه فاش تاخذ الكينه؟ خصها تحضي راسها، خصها ماشي تبقى تاكل اللي كان، خصها تعمل شويه الرياضه. دوك الى 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 حضات راسها في الماكله، حضات ودارت الرياضه وماشي كانت النهار كله هي جالسه، هذا سي نورمال. سي نورمال ديك الساعات واخا الوزن هذا يكون زاد واحد شويه، واخا خرجوا بعض الكينات اللي تيقولوا بلي المراه فاش تاخذ داك الكينات هذوك لو بوا ما تيتغيرش تينقص. ولكن الا جينا نشوفوا في لا جلوباليتي الكينات كلهم تقريبا فحال كاين فرق ما بين لي جينيراسيون، سي فري كاين واحد التحسن في لي جينيراسيون، متفقين هادشي، ولكن
حاجه وحده اللي يمكن نقولوا فيما يخص لا بريز دو بوا، خص المراه فاش تاخذ سي فري فاش تاخذ الكينه خصها تحضر راسها لا في الماكله ديالها وتعمل الرياضه وجينيرال حتى زادت تزيد 1 كيلو ولا 2 با بلوس. نشكروا الدكتور عمر مكوار على التوضيحات ديالو على الارشادات ديالو كلهم اللي عطانا. الدكتور عمر مكوار هو اختصاصي في امراض النساء والتوليد، دونك عرفنا امتى تنقدروا نبداو في الموانع ديال الحمل، بان الموانع ديال الحمل كثيره بزاف، كاينين طبيعيه منها وكاينين اللي هي ادويه وكاينين. الوغ علي بغيت نوصيكم بيتيتر الميساج الكبير اللي بغيت نخرج ليه من هنا، ان المراه منين تبغي تبدا الفني ديال منع الحمل ما تاخذوش من ذات راسها، المينيموم تمشي غير لسبيطار الحومه ديرها هذيك التقليبه ديالها الاوليه ويقولوا ليها واش انت قادره انك تاخذي فني ديال منع الحمل ولا لا. ماشي كلهم النساء عندهم لا كاباسيتي ولا الذات ديالهم تتقبل الموانع ديال الحبوب ديال منع الحمل، دونك ضروري وضروري ومؤكد اننا تنديروا التدويزه ديال الطبيب وتنشوفوا الطبيب. عاده ناخذ الفني ديال منع الحمل هو اللي تيحدد لينا اي شكل، هو اللي عطينا المراقبه ديالو من بعد. وكاينين النساء اللي تياخذوهم وتيبانو شي عليهم شي عوارض جانبيه، الوغ هنا سوا تنبدلوه سوا تنحيدوه. الوغ ساغيس توجور الاهميه ديال زياره الطبيب، ما عمري ما تنجيو نمشي ناخذ الفني ديال من حمل بوحدي من ذات راسي، هذا ما عجبنيش ندوز لواحد اخر هذا ما عجبنيش نو. هنا تنكثر من الحدود ديال الاصابه بزاف ديال الاشياء اللي هي هضر لينا عليها الدكتور عمر مكوار. غنقول لكم جمعه مباركه، خليتكم على خير، نهايه اسبوع موفقه باذن الله، نتلاقاو الاسبوع الجاي، الى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صباح الخير صباح الأنوار على كل مشاهدي قناة شوف تي في، تحية لكم، جمعة مباركة بإذن الله، نهاية أسبوع موفقة بإذن الله، آخر يوم في الأسبوع اللي خصصناه للمرأة، خصصناه لاهتمام الصحة ديال المرأة. طيلة الأسبوع هضرنا على سرطان الثدي وهضرنا بأن الحالات كثيرة بزاف، بأنه سرطان المصنف رقم واحد عند المرأة، عدد الوفيات كثيرة وكثيرة بزاف، ولكن فقط واحد الفحص اللي هو مبكر، واحد العنايه اللي هي مبكره، واحد لا بريزون شارج اللي هي مبكره، اللي تتعاوننا اننا نقصوا عدد الوفيات، نقصوهم بواحد النسبه كبيره بزاف، وتالعلاج تيكون ما مكلف لا بالنسبه لهذاك الانسان اللي غادي ياخذ هذاك العلاج، المكلف لا بالنسبه للجسد ديالو، لا بالنسبه للنفس ديالو، لا ماديه لا نفسيه لا جسديا. الوغ فقط واحد الفحص اللي هو تيدار، في ربع ساعه تنمشي مرة تندير 40 عام، تنمشي تندير لا ماموغرافي ديالي اللي هو الراديو اللي تنديرو ديال البزوله اللي ما فيه الحريق اللي تحت، وتاخذ واحد ربع ساعه فقط، وتنتاكد بان عندي حتى مشكل. المراه اللي تيكون عندها العامل الوراثي في العائله ديالها، شي حد في العائله ديالها، شي مراه في العائله ديالها قريبه توفات بالسرطان ديال الثدي ولا فتحات على سرطان الثدي ولا دوات على سرطان ديال الثدي، هنا بيان سور خصها ضروري ومؤكد ا بارتيغ دو لاج ديال 36 37 عام انها تبدا دير لا ماموغرافي ديالها. قبل من سن ديال 40 عام تنديروا ليكوغرافي مامير، مورا سن ديال 40 عام تنديروا لا ماموغرافي. ماشي اي ولسيسه كاينه في البزوله راه هي سرطان، ولكن دائما قلبوا البزوله ودائما غير نحسوا بشي حاجه، الراس ديال البزوله تبدل، كاينه شي حموريه، كاين شي مشكل، خصني نمشي، خصني نشوف الطبيب، خصني ندير ليكوغرافي، خصني ندير لا ماموغرافي. هضرنا على سرطان ديال عنق الرحم اللي هو واحد السرطان اللي هو تيتنقل ناتج عن نقل ديال واحد المرض اللي هو جنسي، اللي هو ناتج على واحد الفيروس اللي هو الفيروس ديال البابيلوما هومان. هاد الفيروس تيتزاد على حسب السن، الوغ ديجا لا بريفونسيون تتكون الوقايه، واحد الوقايه اوليه، العفه والعفه ثم العفه، الحمايه المينيموم، هذوك العلاقات الجنسيه يديروا بواحد الطريقه اللي هي مقننه ومحميه. كاين واحد الفاكسان اللي تيدار ابارتيغ من سن ديال 10 سنين اللي تيدار البنت باش تحميها من هذا الفيروس، والوقايه الثانويه اللي هي مهمه، هي تقريبا ديال فم الوالده اللي المراه خصها ديرها على راس كل عامين
بلوتو لا فروتي سيرفيك فاجينال اللي تديرو على راس كل عام، اللي هو واحد الحاجه اللي سهله وبسيطه وما تحتاج لا البنج لا ما كاين لا حريق لا حتى شي حاجه، وتتخلينا نعرفوا واش كاينين شي مشاكل بواحد الطريقه اللي هي مبكره ومكيره بزاف. ملي تنديرو جوج ثلاثه ديال لي فروتي والمراه تلقاهم نورمال تقدر دار على راس كل عامين ثلاث سنين. لو فروتي سيرفيك فاجينال هو واحد الحاجه اللي تدار اول ما المراه تبداو عندها العلاقات الجنسيه، تتبدا تدير تقريبا ديال فم الوالده ولا لو فروتي سيرفيك فاجينال. الوغ هنا تنقصوا بالنسبه للوفيات بواحد الدرجه كبيره بالسرطان ديال عنق الرحم، وتا من الحده ديال العلاج بار لا سويت منين تيكون السرطان ديال عنق الرحم منين تلقاه بواحد الطريقه اللي هي مبكره، دونك العلاج تيكون خفيف ما تيكونش ثقيل كما تنقول لا ماديا لا جسديا ولا معنويا على الشخص. يوم الاربعاء احتفلنا باليوم ديال المراه وهضرنا على الحب ديال الشباب، والاسئله كانت كثيره عليه والتفاعل ديالكم كان كبير عليه. بالامس هضرنا على الحمل الولاده والاهميه ديال فحص بالصدى عند الحمل. اليوم غادي نختموا الاسبوع ديال المراه غنهضروا على واحد الموضوع اللي كانت الاسئله كثيره وكثيره وكثيره بزاف من اول ما بديت البرنامج ديال شوف صحتك مع دوك نسرين. منع الحمل، امتى تمنعوا الحمل؟ شنو هما موانع الحمل؟ شنو هما حبوب منع الحمل؟ واش كاين علاقه ما بين حبوب منع الحمل والسرطانات، خصوصا سرطان الثدي وعنق الرحم؟ كلشي هادشي غيجاوبنا عليه والاسئله ديالكم كلها اللي كانت عندي غيجاوبنا عليها الدكتور عمر مكوار اختصاصي في امراض النساء والتوليد. نشوفوا البورتاج ونرجعوا.